في قرية واديعة جميلة تقبع بجوار مدينة تاريخية وسط جبال محيطة، تسكن في تلك الوهدة جنات وأنهار، غوطة شرقية من ضمنها هذه القرية التي اسمها جوبر. جوبر في السبعينيات حدائق، أشجار، أنهار، ناس طيبون. جوبر هذه التي ذكرها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، وذكر فيها أن فيها مدفون أكثر من 100 من علماء الحديث، فقط علماء الحديث أكثر من 100، وذكر أسماءهم في كتابه. في هذه القرية قضيت طفولتي أتنقل من شجرة إلى شجرة، بين شجر التين والتوت والتوت المصري والميس والحبلاس والجانيريك والخوخ، بين الحدائق المليئة بالأزهار والورود والبيوت العربية التي في كل واحدة منها حديقة فيها من أنواع الأزهار ما لا يعد، وفيها الزنبق، الزنبق البلدي الأبيض، وفيها بحيرة صغيرة، وحول هذه الحديقة تتوزع الغرف المبنية من اللبن ذات السقف العالي والمسقوفة بالخشب، والتي لها جو خاص ورائحة خاصة وسهرة خاصة. ربما في تلك الغرف يوجد منقل يوضع فيه الجمر مساء في الشتاء كي يجلس حوله أفراد الأسرة يتسامرون ويتحادثون. في تلك القرية كان يسكن في أحد هذه البيوت الجميلة بجوار ساقية تنحدر من نهر تورا أخوان. الأخ الأول اسمه أبو عمور كما يناديه الناس، والأخ الثاني اسمه أبو أحمد. يعيشان في هذا البيت العربي الجميل مع أهلهما وأولادهما، وفي بيتهم حديقة تحوي من الأشجار العديد، وفيها تنور وفيها شجرة خرمة كما أذكر. كنت أتردد على هذين الأخوين عندما كنت طفلا، وكانا يحباني. وكان أبو أحمد لديه هواية تربية الطيور أي الحمام، وكان عنده من أنواع الحمام الشيء الكثير، فكنت أصعد عنده على السطح وأشاهد هذه الأنواع من الطيور المختلفة، وكان يقتني من الأنواع النادرة ويحب هذه الأنواع، فكان يشرح لي يقول لي هذا الطير يهودي، وهذا الطير طرابلسي، وهذا الطير وهذا سمن وكذا، وهذا لا يوجد منه إلا كذا. وكان لديه اتصالات مع محبي تربية الحمام البلدي. الحمام المهم كان طوال الوقت يذكر الله عندما كان يهدج ويمشي، فكان يقول لي انظر كيف هو
يذكر الله سبحانه وتعالى، على ما أذكر يعني، هذه قصص قديمة جدا. أبو أحمد وأخيه أبو عمور كانا يملكان مطحنة، وهذه المطحنة كانت موجودة في بلدة جوبر القديمة، والناس كلهم يعرفونهم ويحبونهم، و يعني الذي أذكره، الذي أردت أن أذكره في هذه القصة محبتي، سوف أكلمكم قليلا بعد ذلك عن أبو عمور، أيضا قصة أخرى في مقطع آخر. فأنا أحب هذين الأخوين وأحب أبنائهم كلهم، فليحفظهم الله سبحانه وتعالى، وليرزق أبو عمور وأبو أحمد الصحة والعافية حيثما كانا في يوم من الأيام. قالوا لي تعال معنا، سوف نذهب لزيارة رجل طيب من أهل الله. فقلت لهم، أنا كنت صغير يعني، قلت لهم إن شاء الله أذهب. المهم أخذوني لعند رجل كان يسكن في أطراف الحي، هو وزوجه العجوز، في كوخ جميل جدا بسيط. المهم أبو عمور وأبو أحمد، هذا الرجل كان يعني فلاحا، وكان عنده بستان كبير جدا في جوبر، وهذا البستان كان فيه كل أنواع الأشجار. أنا لا أذكر اسم هذا الرجل الطيب، هذا العجوز، إنما ذهبنا عنده مساء، فدخلنا عنده إلى المنزل، فرحب بنا هو وزوجه العجوز، وبدأ أبو عمور وأبو أحمد ينخوانه ويحدثانه عن أهل الكرم ويحدثانه عن أهل النخوة. وأبو عمور يقول له، أتذكر ستي زليخة كانت ماذا كانت تصنع كالرجال، يعني كانت امرأة شخصيتها قوية وكذا. المهم الرجل وضع عندنا من الخيرات على الصفرة الزيت البلدي، ولا أذكر، لكن كله كان من يعني الطيبات، وكله كان أصلي من عمل يديه ومن شغله، وكان لذيذا جدا. وكان كما قلت لكم هذا الرجل من أهل الله كما يقال عنه. فبدأ أبو عمور وأبو أحمد يحدثانه ويذكران له قصصا عن الأولياء. المهم هذا الرجل كما قالوا أخذه الحال كما يقولون، وأنا كنت صغيرا ولا أعرف ما هذا أخذه الحال. فأخذ هذا الرجل ينتفض، كأنه يعني لم يعد يتحمل نفسه من ذكر الله ومن على يعني تأثير ما قالاه له، فأخذه الحال، فأخذ ينتفض. فخفت أنا وذهبت واختبأت خلف أبو عمور أو أبو أحمد لا أذكر، قلت لهم ما الذي يحدث؟ قالوا لا تخف لا تخف. فأخذا يهدئانه حتى زال عنه ذلك الحال. وهذه القصة لها أكثر من يعني تقريبا لها هذه القصة يمكن أكثر من 35 سنة، ولكنني أذكرها الآن لأنني أريد أن أبعث تحية عبركم لهذين الأخوين الطيبين حفظهم الله تعالى، لأنني مشتاق لهما ولم أرهما منذ أكثر من 4 سنوات. حين كنت أمر بجوار المطحنة كان أبو أحمد يحبني كثيرا ويحب إخوتي، فكان دائما حتى وقت هذا ثم يقول لي تفضل، ويأخذني ويجلسني بجواره خلف مكتبه في المطحنة، ثم يأخذ من يحضر قطرميزا مليئا باللوز، ثم يغرف غرفة ويعطيني إياها. دائما لا يمكن أن أأتي أمر بجوار أبو عمور، مطحنة أبو عمور أو أبو أحمد، إلا ما يغرفاني مغرفة هكذا ويعطياني من اللوز، وأملأ جيبي وأكل وأشكرهما وأشكر الله سبحانه وتعالى لوجود أمثال هؤلاء الناس الطيبون. كانوا لا يقصرون أبدا. أنا ما أذكره عنهما أنهما كانا يعودان المريض، فلا يسمعان بأحد مرض إلا عاداه. كانا يذهبان مع بعضهما يلبسان الجلابية البيضاء ويضعون الطاقية البيضاء، ثم يذهبون ويزورون المريض، يشاركون في أفراح الناس مع بعضهما ويواسون الناس في مصائبهما.
تلك أخلاق الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا تلك الأيام الجميلة. تحياتي لكم وسلامي إلى الأخوين أبو أحمد وأبو عمور وأولادهم في كل مكان، والسلام عليكم.